بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا شباب. معنا النهارده مع الفيديو رقم 5 من سلسله يور جايد تو نتورك بعنوان نتورك كوكيز بارت 3. هنتكلم النهارده عن تراك السكيورتي، او بمعنى ادق السي سي ان اي سكيورتي. بتتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن التشالنج. التشالنج از نوت اونلي هاو تو بيلد. التشالنج بتاعتك مش التشالنج بتاعتك في السكيورتي بتكون ماشيه ازاي. عشان تماستر السكيورتي، انت من الاخر كده في السكيورتي، هل انت هتامن ولا هتهاجم؟ فانت لازم تعرف انت هتعمل ايه بالظبط. السوليوشنز بتاعت سيسكو في السكيورتي عشان تسكيور بيها اي انتربرايز نتورك، ازاي تبقى سي سي ان اي سكيورتي. وهناخد اتاك، يعني نوعين من الاتاك احنا هنعملهم دلوقتي عملي ولايف كده، يعني هعملها معاكم دلوقتي على وايرلس نتورك وراوتر. طيب دلوقتي يا جماعه، انت في سي سي ان اي بس، والسي سي ان اي راوتنج سويتشنج بيعلمك ازاي تبني نتورك، اما الراوتنج سويتشنج يعلمك ازاي تبني الانفراستراكشر بتاعت النتورك وتكونكت الاجهزه مع بعض. في الويب انت بتتعلم ازاي تعمل سيستم فويس او سيستم نتورك وتربط بيه عدة تليفون فويس. وانس ان انت جيت بدات بنيت عملت بيلدينج اب للانفراستراكشر بتاعتك، النتورك بتاعتك في الشركه مثلا، شركه معينه او المؤسسه اللي انت فيها، لازم تعرف حاجه، ان الاتاكرز او الهاكرز مش هيسيبوك في حالك، تمام؟ هتلاقي محاولات كتير جدا يوميه وفي كل ساعه وفي كل دقيقه السيستم بتاعك بيحصل عليه اتاك، بيحصل عليه اتاك لاغراض كتير جدا. يعني في شركات، يعني دلوقتي يا جماعه الحرب ما بين الشركات اقتصاديا بقت انفولفد فيها الهاكر، الهاكينج. ازاي؟ انت مثلا تخيل انا وانت مثلا شركتين، انت عندك شركه في العربيات وانا عندي شركه في العربيات، اوكي؟ ومبيعاتنا السنويه تكاد تكون زي بعض. تخيل بقى لو انا جيت مثلا فكرت في فكره ان انا اضرب لك الويب سايت بتاعك، فانا لو ضربت الويب سايت بتاعك، من الويب سايت هقدر اضرب لك النتورك الموجوده في الشركه بتاعتك، فبالتالي انا وقعت النتورك الموجوده في الشركه بتاعتك، هتقعد لك مثلا شهر شهرين عقبال ما تقومها تاني، اكون انا قدرت احقق مبيعات اعلى منك لان انت ملخوم، انت الشغل بتاعك واقع، انت بتقومه، اوكي؟ يعني انا بتخيل معاكم مواقف كده بتحصل، وفعلا حصلت حاجات منها يعني في الواقع العملي حصلت. يعني مثلا ممكن تأجر مثلا هاكر انه يخش لك مثلا على ويب سايت يهاك عليه. ليه؟ اصل الويب سايت ده خاص بشركه معينه ودي من الشركات المنافسه لينا. يعني اسباب كتير جدا تحطها في دماغك ان السيستم اللي انت بتعمله معرض بنسبه كبيره جدا ان يتم اتاك عليه، فانت لازم تعرف ازاي تصد، تمام؟ اوكي، لازم تعرف الانمي بتاعك او نو يور انمي. في 3 انواع من الهاكرز، في الوايت هات هاكر، وفي الجراي هات هاكر، وفي البلاك هات هاكر. ايه الفرق ما بينهم؟ هاكر القبعه البيضاء او الوايت هات هاكر ده هاكر موظف اساليبه ومهاراته في انه بيشتغل، يعني بيعمل ايه من الاخر كده؟ بيروح لشركه بيعمل حاجه اسمها بنتريشن تيست على النتورك بتاعت الشركه دي. يعني ايه بيعمل بنتريشن تيست؟ يعني من الاخر الشركه دي او البنك ده، بيروح الهاكر قاعد مع مدير الاي تي وبيعمل معاه تعاقد. التعاقد ده بيعمل ايه؟ من الاخر مدير الاي تي بيقول له لو سمحت مستر هاكر، هاك على النتورك بتاعتي باساليب امنه، بحيث انك تعرف نقط الضعف الموجوده في النتورك بتاعتي، فبالتالي انا اصدها. يعني الوقت هاكر من الاخر بيوظف اساليبه ومهاراته في انه يقدر يكتشف ثغرات النتورك الموجوده في اي سيستم لأي شركة، بس بطريقة سليمة، بطريقة authorized، وده بيبقى مقابل أجر أو مقابل أو أجر مادي، تمام كده؟ أنت يعتبر كسيكيورتي انجينير، أنت وظيفتك تقترب من وظيفته. يعني أنت يعتبر كسيكيورتي انجينير، أنت ما بتقعدش تعمل سيكيورتي. بص يا جماعة، أنت كوظيفتك مهندس سيكيورتي، أنت ما بتقعدش تعمل اختراق، محاولات اختراق على النتورك بتاعتك عشان تعرف نقطة الضعف بتاعها، لأن ده بيحصل. يعني في وظيفه كده بتطلب في سوق الاي تي، انا محتاج بنتريشن تيستر ومحتاج سيكيورتي انجينير. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ بمنتهى البساطه، البنتريشن تيست ده، بنتريشن تيستر ده حرامي، حرامي، تمام؟ بس هو ما بيوظفش اساليبه في انه يسرق،
في انه يسرق، لا هو بيوظف اساليبه في انه بيعرف يكسر، يعني بيوظف كده مهاراته في انه يكتشف ثغرات اي سيستم. الهاكر ده بيكتشف ثغرات اي سيستم وبيبلغ بيها البنك او المؤسسة اللي هي صاحبة السيستم ده، يقول لهم خلي بالكم عندكم ثغرة هنا وثغرة هنا وثغرة هنا، ده بيكون ليه مقابل او اجر مادي. تمام. السكيورتي انجينير اللي هو طبعا بيخش بقى تراك سيسكو، بيبقى سي سي ان اي سكيورتي وان بي سكيورتي والاي اي سكيورتي، ده راجل بيعمل سيستم سكيورتي على السيستم، بيعمل سيستم سكيورتي على النتورك بسوليوشن سيسكو، مثلا بيعرف يعمل كونفيجريشن على الفاير وول بتاع سيسكو، فاير وول بتاع سيسكو بيحط الفاير وول في النتورك بتعمل عليها الكونفيجريشن، خلاص الفاير وول ده هو اللي هيحمي النتورك بتاعتك، الاي بي اس الاي دي اس، كل دي سوليوشنز احنا هنتكلم عنها قدام. تمام. انا عايزك تعرف الفرق ما بين النتورك انجينير والبنتريت البنتريشن تيستر. تمام. او الوايت هات هاكر. النوع الثاني الجراي هات هاكر، او نتكلم الاول يعني الاول عن البلاك هات هاكر. البلاك هات هاكر ده من الاخر كده راجل بيخرب، يعني هو بيخش في نتورك عشان يخربها. تمام. لاغراض كتير، يعني هو ممكن مثلا يكون متاجر، يعني في مثلا في بلاك هات هاكر كده بيخش نتورك، هو عارف هو داخل النتورك دي عشان يسرق منها حاجه فلانيه. على سبيل المثال لو انت عايز تخش مثلا يعني تهاك على نتورك البنك عشان تسرق منه فلوس. تمام. او في بلاك هات هاكر بيعمل عمليات اختراق على سيستم من الاخر كده عشان يحس كده ان هو بيعرف يعمل حاجه. اوكي. يعني انت بتلاقي فعلا النوعين دول موجودين. اوكي. واحد بيخش سيستم عشان هو عايز حاجه معينه في السيستم، وواحد بيخش سيستم وبيكسره وبيكسر الحمايه بتاعته هو فقط كده من غير سبب، هو مش عايز حاجه منها انه يحس بس ان هو بيعرف يهاك، يعني بالنسبه له بيبقى تشالنج. اوكي. تالت نوع الجراي هات هاكر. الجراي هات هاكر ده متوسط ما بين الوايت وما بين البلاك، يعني ايه؟ يعني بيشتغل من الاخر كده بسيستم نفسه، اوقات يكون وايت اوقات يكون بلاك، على حسب الظروف اللي هو فيها. يعني ايه؟ ممكن تجي له شركه تقول له انا هديك مثلا 1000 جنيه بس مقابل انك تكسر لي سيستم لشركه معينه عشان توقع لي السيستم بتاعهم، فبالتالي الشركه دي تقع. تمام. ده كده يبقى بلاك على طول. ممكن تجي له شركه تقول له لو سمحت اعمل بنتريشن تيست على النتورك بتاعتنا عشان نعرف نقطه الضعف بتاعتنا، بالتالي نقدر نعمل كفر عليها. كده هو بقى وايت هات هاكر. اوكي. يعني اتمنى يكون الفرق ايه وصل لكم. تعالوا نتكلم عن سبوف لايك ان اتاكر. يعني ايه سبوف لايك ان اتاكر؟ سبوف يعني سبوف يعني سيميوليت نفسك، يعني يعني حاول كده تهيئ لنفسك ان انت اتاكر، ان انت هاكر. ليه؟ عشان تبقى سكيورتي انجينير صح لازم تعرف كل اساليب الهاكر. الهاكر بيخترق اي سيستم ازاي؟ اي هاكر بيخترق اي سيستم ازاي؟ تمام. يعني من الاخر ما ينفعش انت تكون ضابط شرطه وانت مش عارف الحرامي لما يجي يحب يكسر شقه بيكسرها بايه. ما ينفعش انت تكون ضابط شرطه وانت ما تعرفش مثلا الحرامي لما يجي يحب يخش مثلا عماره او بنك او يعني او خلافه بيخش ازاي، بيفكر ازاي. اوكي. فانت في مراحل تعلمك في تراك السكيورتي انت بتعمل حاجتين، بتاتاك، بتتعلم ازاي تاتاك كويس جدا وتماستر ده، وبعد كده بتتعلم ازاي تعمل ديفند للاتاك سكيلز اللي انت اتعلمتها، ازاي تعمل ديفند عليها. تمام. سيسكو بتاوير قوي بان انت بتعمل لك سوليوشنز زي مثلا الاي اس اي فاير وول او البي اي اكس فاير وول، يعني برودكتس بتنزلها سيسكو بتحطها في النتورك بتاعتك عشان تضيف لها او تعلي مستوى السكيورتي بتاعتها. تمام. يعني انت من الاخر في تراك سيسكو انت بتتعلم ازاي تشتغل على اجهزه بتعمل سكيورتي ديفنس في النتورك بتاعتك. ديفنس يعني دفاع، دفاع ضد مين؟ ضد اي اتاكر، ضد اي هاكر يهاجم النتورك بتاعتك. تمام كده. طيب ايه هو الريسك ايكويشن؟ فيك ايه هي معادله ال ايه هي معادله الريسك او الريسك ايكويشن؟ معادله الريسك بتكلمك، يعني انت بتدرسها كده في تراك السكيورتي، يعني دايما بيقول لك كده حط المعادله دي قدام عينيك قصاد عينيك لانها هتستخدمها كتير جدا، يعني هتفيدك كناحيه نظريه وكذلك كناحيه عمليه. اوكي. بيقول لك ان 38، ايه هو 38؟ 38 يعني
الشخص او الحاجه اللي انت متوقع ان هي تقدر تسبب لك ضرر. الاخر كده يعني الثغره، تمام، ثغره جوه النتورك بتاعتك دي ثريات في مالتيبل بوينت. البروبابيلتي هي الاتاك اللي ممكن تحصل على النتورك بتاعتك وتقدر تأثر على البيزنس بتاعك. حصل ضربهم مع بعض، يعني ده يعني الثريات. خلي بالكوا يا جماعه، الثريات ده بياخد قيمه، يعني بياخد قيمه كده من 0 ل 100، والبروبابيلتي نفس الكلام بياخد قيمه من 0 ل 100. اوكي، الثريات في البروبابيلتي تمام بيساوي الريسك. ايه هو الريسك؟ من الاخر انا بقول لك ان حاصل ضرب احتمال وجود ثغرة في السيستم بتاعك، في الاتاك اللي هتحصل على الثغرة دي بيساوي اما تيجي تعمل اتاك على ثغرة معينة، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل ساعتها؟ يعني الاتاك لما يجي يخش هيقدر يعمل ايه؟ هيقدر يعمل ايه؟ هي دي الريسك. فدي الريسك ايكويشن. يعني طيب نقولها مرة تانية، الثريات دي عبارة عن الثغرة الموجودة في السيستم بتاعك مضروبة في نوعية الاتاك اللي هتحصل على الثغرة دي، نوعية الاتاك اللي هتحصل على الثغرة دي والآثار بتاعتها، الآثار المترتبة عليها، ده بيساوي ايه؟ الريسك، الخطورة. انت بقى ساعتها الخطر بتاعك هيكون نسبته كام؟ الخطر بتاعك هيكون نسبته كام؟ طيب السوليوشنز بتاعت سيسكو، سيسكو بتنزل لك كذا سوليوشن تقدر تسكيور بيها اي نتورك بتاعتك. اي اس اي ام بي اي اكس فاير وول، الفاير وول ده من الاخر كده عامل زي ضابط الامن او راجل السكيورتي الموجود تحت اي، يعني على بوابه اي عماره. هو عامل زي بوابه العماره، بيعمل ايه؟ اي حد يخش العماره البواب بيعمل ايه؟ بيقول له انت طالع فين؟ صح ولا لا؟ طيب الاي اس اي فاير وول بي اي اكس فاير وول دول بيتحطوا يا جماعه، يعني تخيل النتورك دي عباره كده عن دوله، ده بيتحط على حدود الدوله. ليه على حدود الدوله؟ يعني انت دايما لما تيجي تحب تسافر مثلا شرم الشيخ اسكندريه، تيجي تطلع من ايه؟ بتطلع من بوابه القاهره وتيجي تخش ببوابه شرم الشيخ، صح ولا لا؟ تمام. فهو عامل زي البوابه، بتخش البوابه يقول لك انت رايح فين؟ والله انا رايح لكذا، اسمك ايه؟ اسمي كذا، جاي منين؟ جاي من كذا. فالفاير وول بيعمل العمليه دي من الاخر. ليه؟ لان الاتاكر لما يجي يحب يخش، اوكي، الفاير وول بيفلتره، بيفتشه، تمام. فبالتالي الفاير وول بيعمل بروسيجرز، بيعمل اجراءات بتسهله الوصول لان اللي داخل عليا ده اتاكر او لا. اوكي، ولكن تخيل ان الاتاكر ده عرف يعدي من الفاير وول، عرف يضحك على الفاير وول ودخل النتورك، حد هيكلمه؟ يعني تاني، لو انت جيت مثلا عايز تخش عماره تسرق شقه، تمام، البواب بيقول لك انت طالع فين؟ والله انا طالع لفلان وفلاني، اسمه كذا وجاي منين؟ جاي من كذا، تمام؟ طيب البواب يسيبك تطلع، صح ولا لا؟ لو انت بقى انت عديت، انت كده ضحكت على البواب لانك انت داخل تسرق، تمام؟ انت كده ضحكت عليه. هل البواب ليه علاقه بيك اول ما تسيبه وتطلع فوق؟ ملوش علاقه بيك. فالفاير وول لو انت الاتاكر جه يحب يضحك عليه، خلاص ضحك عليه ودخل، كده الفاير وول مش هيقدر يعمل له حاجه. ليه؟ لان الفاير وول كل وظيفته ان اي حد يخش النتورك، اي حد يطلع من النتورك يفلتره، يفتشه. لذلك سيسكو عملت لك سوليوشن اسمه اي بي اس، اختصار ل انتروجن بريفنشن سيستم اند اي دي اس انتروجن ديتكشن سيستم. انتروجن بريفنشن سيستم يعني نظام بيمنع اي عمليه هاكينج بتحصل جوه النتورك بتاعك. ليه؟ ده اسمه، ده اي بي اس اللي انت شايفه ده اي بي اس، تمام. الاي بي اس والاي دي اس دول بيعملوا ايه؟ من الاخر بيمونيتور، بيراقبوا كل الداتا اللي بتتحرك في النتورك بتاعتك. يعني ده عباره عن راجل كده، الاتاكر راح دخل ضحك على البواب، دخل بقى راح يطلع الدور الثامن اللي فيها شقه رقم مثلا 35، عايز يسرق الشقه دي. الاي بي اس الاي دي اس عامل زي واحد انا مدي له اوردر كده، بقول له لو سمحت اطلع لي كل دور، تمام، يعني العماره مثلا 10 ادوار، قفل ال 10 ادوار دول رايح جاي، افضل طول اليوم اطلع فوق وانزل، اطلع فوق وانزل، عشان تتاكد ان مفيش حد، لو عشان تتاكد ان لو حرامي دخل على بواب انت تقفشه، تمام كده. فالاي بي اس والاي دي اس دول بيراقبوا كل ما يدور داخل النتورك. تاني يعني لو اتاكر بقى حب باي باس او عمل خدعه عدى بيها الفاير وول، الاي بي اس والاي دي اس هم اللي هيقابلوه بقى ساعتها. تخيلوا على سبيل المثال، يعني لو انا عايز اتاك على مثلا
وايرلس. ده اللي هنعمله يعني ان شاء الله يعني كمان دقيقتين. انا طبعا بعمل ايه لو انا مش عارف الباسورد؟ بقعد اخمن باسورد كذا، باسورد كذا، باسورد كذا، عمال اخمن لحد ما اوصل للباسورد الصحيح. اوكي، في برامج اوتوميتد، اوتوميتد يعني ايه اوتوميتد؟ بتشتغل اوتوماتيك، بتجرب الباسوردات. يعني انت ممكن مثلا تعمل برنامج اوتوميتد، تمام؟ البرنامج ده بيدخل لك باسوردات باحتمالات معينه، ممكن يدخل لك لحد 1000 باسورد في الثانيه. اوكي، الاي دي اس بيعمل ايه بقى، او الاي بي اس بيعمل ايه؟ دول بيلاحظوا ان ايه ده في جهاز فلاني في النتورك بتاعتي بيتم تدخيل الباسورد عليه بنحو 1000 باسورد في الثانيه، فبيقول ده يستحيل يكون عامل بشري، يعني يستحيل يكون واحد بشر بيدخل 1000 باسورد في الثانيه، ده اكيد ماليشيس فيروس، فيروس اتاكر هو اللي بعته او هاكر هو اللي بعته. فوش على طول يقوم قطع الكونكشن، يقوم عامل عمليه بريفنشن اهي. تاني هو قال ايه؟ قال ده في حد بيدخل باسورد 1000 مره في الثانيه، دي الديتكشن. كده اكتشف ايه؟ اكتشف ان في حاجه غلط بتحصل. الاي بي اس يجي يعمل ايه؟ ده الاي دي اس. الاي بي اس يجي يعمل ايه؟ يجي يوقف الهجمه، يصدها. طبعا في السي سي ان ايه، طبعا السكيورتي والان بي والاي اي برضه بتدرس سكيورتي كوماندز كده، في يعني في كونفيجريشن سكيورتي بتعملها، تقدر تحول بيها الراوتر بتاعك لفاير وول من غير ما تشتري اي اس اي فاير وول، تقدر الراوتر بتاعك تحوله لفاير وول. وكذلك بتعمل شويه اعدادات على السويتش، لان السويتش ده يا جماعه اللي بتوصل بيه الاجهزه. فانت قد يكون انت عندك نتورك متوصله مثلا، السويتش موصل 50 جهاز، انت مش ضامن ان ال 50 جهاز دول ما يكونش واحد من وسطهم دماغه بتلعب جواه كده، انه عايز مثلا يخش على جهاز زميله اللي جنبه، تمام؟ فالسويتش ده يعني ده اللي يعني الهاكر اما يجي، لو هاكر جه من جوه النتورك، يعني اخترق جهاز جوه النتورك، والهاكر ده موجود جوه النتورك دي اصلا، تمام؟ بيكون متوصل عليه، بيكون متصل على ايه؟ على سويتش. فالسويتش برضو انت في السكيورتي بتدرس، ودي سوليوشنز كده سيسكو هي اللي عاملاها. يعني انا بتكلم سوليوشنز انت هتدرسها، تمام؟ كوماندز او كونفيجريشنز انت بتاخدها بتحطها على السويتش عشان تقلل احتمالات الاتاكينج اللي بتحصل لو جت من السويتش، تمام؟ هاو تو بي سيرتيفايد سي سي ان اي سكيورتي، هو امتحان واحد هتعديه 640 554، لو خدت الامتحان ده تبقى سي سي ان اي سكيورتي. طيب الاتاك بقى النهارده هنعمل نوعين من الاتاك. اوكي، هنهاك على وايرلس نتورك، تمام؟ باستخدام كارت اسمه الفا، يعني كارت الفا ده اللي هو ده اللي انتم شايفينه. اوكي، الكارت ده مثلا تقدر تشتريه من مول البستان، ده بيعمل له في حدود 240 250 جنيه. من الاخر مش هتعرف تخترق الا بيه، يعني انت من الاخر عشان تعرف تخترق اي نتورك وايرلس لازم تشتري كارت وايرلس يو اس بي تي بي لينك 3 كوم اللي انت عايزه، بس افضل نوع هو الالفا. اوكي، ده اقوى يعني اقوى نوع وافضل نوع، يعني اقوى نوع من ناحيه الاتاك، بيعمل اتاك قوي جدا، واحسن نوع لان انت ممكن تقعد فترات طويله جدا تعمل الاتاك فالكارت بتاعك يسخن فيفصل. ده بتحصل مع كروت التي بي لينك اللي انت ممكن تشتريها. اوكي، فبالتالي انا بنصح لو انت عايز بقى تعمل من الاخر تطبق اللي انا بعمله في الفيديو ده، تشتري كارت الالفا. وهنهاك على راوتر باستخدام برنامج اسمه الواير شارك. طيب من الاخر كده، انا في الوايرلس بخترقه ازاي؟ بمنتهى البساطه نعتبر ان ده وايرلس، ده بنعتبره وايرلس، تمام؟ الجهاز ده هيخش بالوايرلس. اوكي، انا الاتاكر اهو وعندي كارت الالفا، الجهاز ده يا جماعه عشان يخش على الاكسس بوينت، من الاخر بيحصل الحوار الاتي، بيجي الجهاز يقول اكسس بوينت انا عايز اخش على الوايرلس عندك، تمام؟ فالاكسس بوينت يقول له طيب ايه، قول لي الباسورد، قول لي الباسورد. فيجي الجهاز يقول له الباسورد 1 2 3 4 مثلا، يعني يعني الباسورد كذا كذا كذا، انا يعني هنفترض الباسورد فعلا 1 2 3 4. اوكي، عمليه ان الاكسس بوينت بيقول للجهاز قول لي الباسورد والجهاز بيرد عليه، دي عمليه اسمها اوثنتيكيشن، عمليه اسمها اوثنتيكيشن، تمام؟ انت كاتاكر من الاخر بقى بتعمل ايه؟ انت بتدخل في الكونكشن ما بينهم، تدخل في الكونكشن ما بينهم وتقطعه. ليه بقطع الكونكشن؟ لانك انت عايز جهاز من دول عارف الباسورد يدخل الباسورد ده مره تانية، تمام؟ يدخل الباسورد مره تانية، بالتالي لو دخل الباسورد مره تانية انت هتعرف تاخد الباسورد دي، تمام؟ تاني انت بتقطع الكونكشن ما بينهم،
بتقطع الكونكشن ما بينهم. بالتالي لو انا بحيث الجهاز ده يبعت الباسورد مره تانية، فانت واقف في النص بقى، هتقدر تاخد الباسورد ده. اوكي، طبعا في الويبا والويبا 2 يعني دي اساليب تشفير. يعني خلي بالكم يا جماعه، الجهاز ما بيبعتش الباسورد، يعني ما بيبعتش الباسورد بالبساطه اللي انت متخيلها، يقول له ده الباسورد 1 2 3 4. طب تحصل حاجات كتير جدا دي هتاخدها في السي سي ان سكيورتي في شابتر كده اسمه كريبتوغرافي. بيحصل عمليات كتير جدا، يعني عمليات زي ايه؟ الجهاز ده بيبعت الباسورد بتاعه متشفر. متشفر يعني ايه متشفر؟ على سبيل المثال لو انا بتكلم عربي وانجليش وانت بتتكلم عربي وانجليش، تمام، وفي واحد صاحبنا قاعد في النص ما بيننا بس بيعرف يتكلم عربي بس، وانا عايز اقول لك حاجه بس هو ما يعرفهاش، يعني عايز اقول لك حاجه بس هو لو سمعها ما يفهمهاش، هكلمك بالعربي ولا بالانجليزي؟ هكلمك بالانجليزي، صح كده؟ يعني هكلمك بلغه بحيث ان صاحبنا التالت اللي قاعد وسطنا ما يفهمهاش. بالتالي الجهاز بيبعت للاكسس بوينت الباسورد بلغه ما يفهمهاش الا الاكسس بوينت والجهاز بس. ده بيسموه تشفير. اوكي، فالجهاز ده بيستنى الباكت او الداتا اللي بيبعتها الجهاز على الاكسس بوينت، بيقول له الباسورد كذا. طب هو بقى بياخد الباسورد ده، والباسورد ده بيكون متشفر. الجهاز ده بنيجي بقى نعمل شوية عمليات على الباسورد المتشفر اللي احنا خدناه عشان نفك الشفرة بتاعته. لو فكينا الشفرة بتاعته هنعرف نوصل للباسورد، تمام. بس يعني تعالوا بقى ايه، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، نأتاك، ربنا يستر بقى. طبعا ده كالي لينكس. كالي لينكس ده يعتبر الاوبريتنج سيستم المثالي لأي اتاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا انت مالكش دعوه بالكواد اللي انا هكتبها، ويعني ما تسالنيش هي معناها ايه، لانك انت هتاخدها معايا ان شاء الله قدام. ام اي ان جي. طيب دي الباسوردز الموجودة. اوكي، دي طبعا مش باسوردز، اقصد دي الاكسس بوينتس الموجودة حواليا. اوكي اوكي كنترول سي عشان اوقف. نبدأ نركز كده. ده باسورد كارفور، ده باسورد كارفور، يعني انا ساكن في حلوان فانا ساكن قدام كارفور حلوان يعني. طب تعالى نحاول نعمل اتاك عليه. يلا انجين مثلا رقم سي، الرقم هنا شانل 6. اوكي بي اس اس اي دي كنترول سي كوبي بيست. شوية وانا دلوقتي داخل على الاكسس بوينت، بعمل اتاك على الاكسس بوينت بتاع كارفور، فانا لازم يكون يعني يظهر هنا تحت القائمة دي، تظهر الاجهزة اللي داخلة على الاكسس بوينت دي. يعني اتمنى كده في الفترة دي يكون في اكسس بوينت داخل عليها فعلا.
في جهاز دخل اهو. تمام، حلو جدا. دلوقتي بقى احنا عايزين نقطع الكونكشن من الجهاز ده، فبالتالي الجهاز يحب يخش على اكس بوينت تاني. ف جي شيء كويس جدا جدا جدا. اوكي طيب، كويس جدا. هو يعتبر كده الجهاز، يعني انا يعتبر كده على فكره مش محتاج اقطع الكونكشن على الجهاز، يعني الجهاز دخل. انا دلوقتي بعمل عمليه مونيتور، انا مراقب الاكسس بوينت، مراقب كل الداتا بتخش عليه. تمام كده، الجهاز دخل بعد ما انا عملت عمليه المراقبه دي، اول ما بدات اراقب بعت الباسورد. فادي مش ده يعتبر يعني مش الباسورد، ده يعتبر العنوان بتاع الجهاز اللي بعت الباسورد ده، بيقول لي ويبا هاند شيك. طيب خلي بالكم يا جماعه، ده تشفير ويبا 2، يعني ده اعلى تشفير ممكن تقابله. اوكي دلوقتي هنبدا نعمل بقى اتاك اير كراك ان جي. قبل ما نبدا بس اير كراك ان جي خلاص. يكون بس الكود صح كده من الأول. تاسك توب وورد وورد لست تكست. got no data packets from تمام، انا كتبت الكود غلط، المفروض 2 مش 1. دلوقتي بقى هيبدأ يجرب او يدخل، يحاول يوصل الباسورد. اوه وصل للباسورد اهو. يا الباسورد سي اي ار كارفور. لا هو الباسورد يعني معمول بصياعة يعني. طيب نحاول برضه نتأكد كده ان ده الباسورد. طيب نحاول كده نتأكد ان ده الباسورد. ها مش الباسورد كام؟ ستة، لا داش، ستة تسعة، شباك، دولار ساين، اور، شو باسورد كده؟ انا عملت 2 داش. تمام، المفروض كده يكون انا كاتبه صح حسب ما هو قال لي. طيب كونكت. connection established, you are now connected to the wireless Carrefour. كويس جدا، يعني يعتبر هو كده فعلا جاب الباسورد الصح. طيب ده اتاك احنا عملناه. اوكي كده جبنا الباسورد بتاع الكارفور. يا رب بس ربنا يستر يعني. طيب دلوقتي بقى الاتاك التاني. بصوا يا جماعة، ده جهاز عليه ويندوز سيرفر. اوكي ده سيرفر، ده سيرفر. اوكي وده جهاز اكس بي عادي خالص. تمام، انا هاتاك من الاكس بي. السيرفر ده هيخش على الواير الباسورد الراوتر ده. طبعا الراوتر هيطلب منه يوزر نيم وباسورد. تمام، انا بقى هاتاك اني اوصل لليوزر نيم والباسورد ده. فتعالوا الاول بس نعمل شويه كونفيجريشن بسيطه كده على الراوتر. خلي بالك ده راوتر سيسكو، طبعا كل الكونفيجريشن انا بعملها دي انت هتاخدها يعني. كونفتي ادمن باسورد مثلا سيسكو. اوكي انترفيس مثلا كان يوزر 0 وان بي ادرس. تمام، شت داون زد ماي بي دي سي بي 4
صح، لوجن سبونسر فورس اسكول لوجن لوجن لوك. اوكي خش على السيرفر. سيسكو اي سي اي اس دي ام فور اس اي. طبعا انت هتاخد، انت هتاخد الابلكيشن ده على فكره في السي سي ان سكيورتي ازاي تشتغل عليه. ده عن طريق الابلكيشن ده انت هتحط الكونفيجريشن على الفاير وول. تمام. دلوقتي بقى سي ام تي هبنج، يعني اتاكد ان انا متوصل بالراوتر. تمام انا فعلا متوصل بالراوتر. احاول طيب ادي ويندوز اكس بي. اوكي بريبير. برضه نتأكد ان ويندوز اكس بي متصل على الراوتر. كويس جدا. نحاول نخش من ويندوز اكس بي على الراوتر. تلمت 10.0.3.0.1. اوكي ها، طالب مني اليوزر نيم. قبل بس ما نعمل العملية دي يا جماعة، تعالى يعني اعرفكم البرنامج اللي احنا هنأتاك، بحيث ان احنا هنأتاك بيه بحيث ان احنا ناخد الباسورد بتاع الراوتر ده. برنامج اسمه الواير شارك. برنامج الواير شارك كده عامل زي ايه؟ من الاخر كده هو برنامج بيراقب الداتا اللي بتمشي جوه كل جوه السلوك، يعني الداتا اللي بتمشي في السلك ده، هو بيراقبها. تمام. فبالتالي انا هقعد اراقب الداتا اللي بتمشي ما بين الراوتر والجهاز ده. تمام. يعني من الاخر كده انا هقعد اراقب الداتا اللي بتمشي. ده الهوست، ده اللي هيخش على فكره على الراوتر. تمام. وده الجهاز اللي هاتاك منه. اللي انا هاتاك منه ده ويندوز سيرفر مش اكس بي، واللي انا هخش منه على الراوتر ده ويندوز اكس بي. فده الراوتر هيكوميونيكيت مع ايه؟ الجهاز اللي هو ويندوز اكس بي. ويندوز اكس بي هيقول له يا راوتر انا عايز اخش على الكونفيجريشن بتاعتك. الراوتر يقول له طيب قول لي اليوزر نيم والباسورد. في حوار بيحصل ما بينهم. اوكي. الواير شارك بقى موجود انستولد على جهاز الاتاكر ده. تمام. هيقدر انا بقى عن طريقه هراقب الداتا اللي بتمشي ما بين الراوتر والجهاز، ومن مراقبة الداتا دي هقدر اعرف الباسورد. تمام. زي بالظبط كده ما عملت في الوايرلس. طيب يلا نجرب. ستارت كابتشر باكيتس. طيب دي الباكيتس اللي بتتبعت في النتورك كلها. دلوقتي بقى اخش سي ام دي لينك. لا تلنت 10. ماشي. ادمن الباسورد، ادمن اليوزر نيم، ادمن الباسورد سيسكو. اوكي ادي دخل يعتبر على الراوتر اهو. طيب اروح للسيرفر. تلنت 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 تلنت. طيب نعمل ستوب للكابتشرز. يعتبر كده ان شاء الله هقدر اوصل للباسورد. تعمل فولو تي سي بي ستريم. ها الباسورد سيسكو واليوزر نيم ادمن. طب هو اشمعنى دبل اي هنا، دبل دي، دبل ام، دبل اي؟ لان انت بتكتب الايه، انت بتكتب على الكيبورد بتاعتك الايه، الراوتر بيرد عليك ان انت كتبت ايه. بتكتب دي بيرد عليك ان انت كتبت دي، فيما عدا الباسورد. انت بتكتب باسورد سيسكو الراوتر ما بيردش عليك. تمام كده. فعلا خلي بالك، بصوا يا جماعه دي الصفحه اللي فعلا ظهرت لي، يعني يوزر اكسس فيريفيكيشن. لو انت جيت على ويندوز اكس بي اهي يوزر اكسس فيريفيكيشن راوتر. حتى يعني جايب لك حتى الشكل اللي ظاهر في ويندوز اكس بي. تمام كده. انا كده بيتهيألي انا يعني اعتبر كده خلصت الفيديو ده. يعني اتمنى يكون عجبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.